اللحظات الأخيرة إن أنا كنت أنا وزوجتي قاعدين في الصالون وعمال بننيم البنات، عددهم 3 بنات وولدين، حطناهم في غرفة آمنة ربما إنه يكون في قصف في الشارع يكونوا بعدين عنه. إلا وجه صاروخ تاني، نزلت معاه أنا على آخر وين ما كنت، وردم علي السقوفة وزوجتي، يعني اخر نظرات انا شفتها وهي يعني بتنبطح على الارض لانه البطون كله وقع راسها. ما توقعناش انه كميه الحيطان والحجار والركام والسقوف هي تنزل للدرجه هذه. زعل الدنيا كلها بيكفينيش، فيش مكان يكفيه، ولكن لما سمعت انه في بنت من بناتي عايشين قلت الحمد لله رب العالمين، لانه هذه البنت يمكن تنسيني حاجه ولو بالقليل من يعني بسمه بناتي لانه هي اختي.